نحكي فيها، وهي كتير مرحلة مهمة مرقنا صحيح فيها كلنا، وأكيد من الأسرة الخلية الأولى بالمجتمع. مرحلة المراهقة مرحلة بتمر على الجميع، لكن دائما السؤال المطرح هل هي مرهقة على الأهل أم على الأبناء؟ رح نعرف كيف التعامل مع هاي المرحلة بشكل صحيح، وأيضا استيعابها، لأنه أهم شيء هي الاستيعاب، مع ضيفتنا الاستشارية الأسرية هبة عرنوس، ونحكي أكثر عن الموضوع. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا صباحكم فيكي. يا رب، يسعد صباح الخير. صباحك، يسعد أهلا وسهلا صباحكم فيكي. يا رب. يعني مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، هي مرحلة كتير مهمة. خلينا نعرف علميا تقريبا إنه شو هي المرحلة العلمية المراهقة تماما. معناها. المراهقة هي المرحلة الوسط بين الطفولة وبين الرشد، هي المرحلة يتم الإعداد لها مسبقا، وليس ساعة الساعة وليس بلحظة. انا ممكن انه انا في بيتنا مراهق، كانه نحن عندنا بالبيت في قنبله بدها تنفجر، صحيح، فبنلاقي نحن استعداد استنفار. واستنفار بعد العمر 10 سنين. بنبلش احنا نحس انه ابني بلش كانه يفوت بمراهقه، ابني بلش يخبي علي، ابني بلش يقول لا، شو ما عندنا حدا يقول لا، نحن بيقول حاضر وبس. فهون بنبلش نحن نشعر انه لازم نحن نعمل تدخل. طبعا هذا الشعور كثير خطا وكثير متاخر فيه. هذا المراهقه هي مرحله بتسهل إذا نحن أساساً تعاملنا بشكل صح من عمر الطفولة. يعني إذا أنا أصلاً أساساً عاطية إذني لإبني، أساساً أنا تاركة فسحة للمجال بالتعبير عن الرأي، بالاعتراض، بعدم الموافقة، حرية الرأي، حتى حرية تخبئة الأشياء. يعني بنلاقي نحن الأطفال بعمر 8-9 سنين بحب يكون له درج له مفتاح، وبتزيد بمرحلة المراهقة بحب إذا عنده الآيباد يكون له كلمة سر، بيشعر إنه هون عندي خصوصية. ما هلا قديش مستوى الأمان اللي هو شعر فيه من آباء من أهله تجاهه، هو ممكن يشاركهم بهدول الأشياء اللي هي كلمات سرية أو أي شيء من هدول. فكتير مهم نعرف إنه هي المراهقة هي مرحلة بسيطة إذا نحن أعدينا نفسنا لإلها، ثم نحن أعدينا المراهق لإلها، وهي حطول وتكون ملامحها وأعراضها كتير، يعني فيني أقول بصراحة أخف مرهقة ومؤلمة على الأهل إذا هن ما عرفوا يتعاملوا إلى معها قد ايه بحد مدتها ذاتها. تقريبا فينا نقول عنها تماما. قد ايه مدتها المراهقة المراهقة هي بتستمر؟ بتبدأ، هي عندنا مراهقة مبكرة من عمر 11 ل 14 سنة، هي مراهقة مبكرة، وهي غالبا بنلاقيها عند البنات أكثر من الصبيان، بتبلش أكيد. وبتترافق مع حالة البلوغ. عندنا من ال 14 ل 18 هي مراهقة متوسطة، والمشكلة الكبرى هي بال 18 ل 25 هي مراهقة متأخرة. وهلا بعض الدراسات حتى لاقوا شائعة في مراهقة، للأربعين، تماما في مراهقة شوي وهي تماما للرجال أكثر من النساء. يعني هدول اللي أشخاص اللي هنا ما عاشوا فترة مراهقتهم بصح بشكل صحيح صدقا. بيقول فرويد أي شيء يكبت عند الإنسان هو يخفى، ولكن سيظهر بشكل أشنع وأقبح بعمر غير لا يتناسب مع ظهور التصرفات. يعني بنشوف نحن حدا كبير بالعمر عم يساوي أشياء بنقول إنه عم يجهر، ما أنا ظابطة مع عمره، قصة شعر مو ظابطة مو لايقت له، فبنلاقي إنه هو عم يعيش شي مرحلة هو ما عاشها أساساً وقت كان هو عمر الطفولة. مزبوط. طب خلينا نحكي شوية هبة، دايما بنسمع عند أي أسرة عند حدا بسن المراهقة انه عم بيعانوا من كيفية التعامل، بحسين هن التعبانين، ما الطفل التعبان، وخاصة إذا كانت المراهقة صعبة. ومثل ما صحيح. كنا عم نحكي تحت الهواء، كنا عم نقول انه هذا يمكن الجيل شوي هو جيل الانترنت، جيل الضياع، جيل الاشياء تماما. الجديدة المنفتحة، صحيح. فكيف فيهم يتعاملوا الاهل بطريقة صحيحة مع هالوضع الصعب؟ تعامل الاهل بيتوقف على مدى استعدادهم. حرجع عيد هي القصه، كيف نحن عندنا موضوع البكالوريا، يعني مجرد كلمه بكالوريا بتلاقي حالنا انه صار في استنفار، صار في نحن ما بدنا ضيوف، ما بدنا حدا. نفس الشيء مرحله المراهقه، الاهل كثير عاملين ضمن اطار كثير مخيف، انه لا ما بقدر اترك ابني، ابني مراهق هلا ما بقدر اتركه. طيب معلش، ببساطه اذا انت تعاملتي مع هذا الطفل الكبير شوي، تعاملتي معه وفق اشياء انت تعلمتيها ونحن حنقولها كيف طريقه التعامل. اول شيء عندنا موضوع الاستماع وتقبل الراي وتقبل النقد، هدول كثير مهمين جدا جدا. حيبدا المراهق يحط حاله بنفس الكفه تبع الاهل، ليش انت بتسهر وانا ما اسهر، ليش انت بتطلع وانا ما اطلع، ليش انتوا الكم رفقات معلش وانا لا، ليش بصير في شايف مقارنه. تماما، عم يحط حاله بنفس الكفه. انا لما بدي اجي اقول له
انا ماما او انا بابا وانت لساتك صغير، انا هون نزلته، فهو حيروح يثبت نفسه بغير مكان، وهون بقى نحن بنوقع بالطامه الكبرى لما نحن حنبلش نتيقظ انه ابني عن جد عم يبلش ينحرف اخلاقيا، بس هو عم يشعرني وعم يعطيني الشكل اللي بدي اياه. انت بدك شكل طفل ملتزم، حاضر، بدك شكل حدا يقول حاضر، حاضر، بس انا برا حاتمرد على كيفي، والمجتمع برا جاهز تماما لحتى يتلقى هدول الاشخاص اللي هن غير محتوين ضمن البيت. هلا بجوز نحن نفهم كلمه احتواء انه والله انا شو معنات اني بدي احتوي ابني، ما في اشخاص انه ايه كل الوقت هيك الامهات بيفكروا هذا للاسف انه انا بعطي كل شيء لابني وانا سامحه كل شيء لابني يعمله، والايباد خليه بايدك امتى ما بدك. هذا الموضوع لا، لانه نحن الانفتاح الكامل يساوي ذات الطفل المنحرف اخلاقيا للطفل المكبوت. تمام، يساوي نفسه. يعني اذا هذا الطفل انحرف اخلاقيا وراح مع رفاق السوق يعمل اي شيء، نفس الشيء الطفل المكبوت حيساوي نفس الشيء. طيب، فهدول نفس الكفه. طيب هبه، كنت عم تحكي بالبدايه انه مرحله المراهقه بدها تحضير. يعني نحن من عمر معين بس يصيروا اولادنا ويوصلوا لعمر معين المفروض انه نحن نشتغل على هالموضوع. يعني اذا ما علمنا اولادنا يمكن من هن عمرهم بالخمس سنين انه نحن نسمعهم، ما رح نقدر يصير في حوار بيناتنا بس يصير عمرهم 12 13 سنه. تمام. التحضير كيف بتكون تحضير الطفل للمراهقة؟ حلو كتير هذا السؤال. أنا بعمر مثل ما أنت قلتي تماما عمر خمس سنين، قديش هذا العمر الأهل ممكن يعتبروه هو مجرد احتياجات فيزيولوجية؟ يعني أنا ابني بده ياكل، بده يشرب، بتطمن على طوله، بتطمن على وزنه، بتطمن على هرمون النمو عنده، في عنده أي مشاكل صحية، هذا الأهل اللي بيساووه. بس في عنا عامل عم ينمو بس ما لنا منتبهين له، وبيظهر شخصية. فجأة العامل النفسي. تماما، هذا بيظهر فجأة بعمر المراهقة. كيف أنا بدي عد؟ أنا لما بدي يكون في شيء جزء مخصص أنا بسميه مثل جلسة افتح قلبك، هي بشكل يومي هي بتصير مع أبنائي. نحن بنقعد وبنفتح هذا الملف تبع اليوم، ممكن يحكوا كل السلبيات اللي هن بيعرفوها أو بيحكوها عني أنا، خاصة كوني أنا أنتمي طبعا للبشر، فأنا ممكن أعصب، أنا ممكن أغضب، أنا ممكن أبكي، أنا ممكن يكون مالي خلق إني أنا أسمع بهذا الوقت المعين. هذا الشيء لازم ينذكر ولازم نتعود عليه ويصير روتين يومي، مو بس روتين، مو بس انا بروح بزياره دوريه عند الطبيب، هذا الموضوع بشكل يومي بده يصير اني انا بستمع لابنائي وبستمع لنقدهم، تقبل النقد واخذ رايهم. عمر خمس سنين ست سنين، شو بتحب تاكل؟ شو رايك باواعيه؟ البس هي او هي. يمكن عم بساله عن اواعيه، مو بس عن اواعيه، عم بساله عني، فهو عم يعطيني رايه. قديش هو عم يحس حاله اني انا حدا محترم؟ قديش عم يوعى على شيء انه انا والله عم يتاخذ برايي، والله كلمتك صح. نحن هلا اذا رحنا بهذا الوقت بجوز نلاقي الدكتور مسكر، نحن عم نخليه نطلع جواته انه هو طلع باقتراحات وطلع بحلول او طلع حتى باجوبه صحيحه. هذا الموضوع كثير بيفتح بيني وبينه قناه. طبعا هذا الموضوع مو بس بعمره سنه وبوقف سنه، هذا بده يضل عم يمتد تماما. يعني ممكن نساله مثلا بالمدرسه انه انت مع رفقاتك كيف، مين اكثر رفيق قريب منك، كيف انت بتحب تتواصل مع رفقاتك؟ لما انا اشعر بفجوه انا ممكن اطلع معه مشوار وخليه يفضي لي، انا احكي له عن رفقاتي فبالتالي فتحت له قناه يحكي لي عن رفقاته. هذا الشيء بيقرب كثير كثير كثير، بيقلل الفجوه بيني وبينه وبيساعد على انه هو يسمعني انا بالعمر المراهقه اذا بدي اعطيه اي ملاحظات، لانه هو حيعرف اني انا ماني شرطي، انا ماني رادار قاعد بس عم يلقطه لحتى هو يتجاوز السرعه او يتجاوز الحدود المسموح فيها، لا، انا حدا عم يتعاون معه لاني انا كمان اذا غلطت تعال نبهني. وافضل مدرب وافضل شخص ممكن هو يساعدك هو الشخص اللي جنبك اللي معك بالبيت. نحن هي دائما بندعو لإله، ربي عندك مدرب شخصي. يعني انت قولي لما بتشوفني علي صوتي اعمل لي هيك مثلا، ممكن هي اشاره شفره بيني وبينك، اذا انت شفتني تصرفت شيء تعال قل لي انه انا ماما حسيت انك انت عملتي بهذا الشيء، مو هيك افضل؟ انا شو بكون ساويت؟ انا عم ساوي شخصيه قائده عم تقودني وتساعدني انا حتى اتحسن، وبالتالي هو حيتقبل مني هذا النقد لاحقا، حيتقبل مني فكرتي اذا بدي اقول له اياها. اكيد. طب خلينا نحكي شوي كمان عن مرحله المراهقه، هي فيها يعني مثل شعره صغيره بين الضياع وبين كمان تحديد الشخصية بشكل صحيح. تماما. خلينا نحكي عن العوامل النفسية اللي كمان بتنعكس على المراهق أو المراهقة، خاصة أنه في منهم عم بيوصلوا للاكتئاب. صحيح. عم نسمع بكتير حوادث، كيف يون الأهل كمان يستوعبوا هاي الحالة النفسية؟ تماماً. كيف يكونوا أقرب لأي؟ شو النصائح اللي ممكن تعطينا إياها حتى يتعاملوا الأهل؟ تماما. هلأ عنا موضوع مرحلة الضياع مثل ما انت سميتيها، هي المرحله تبع انه انا ما بعرف ليش هيك عم يصير معي، انا ما بعرف ليش اليوم مش على بالي ادرس، انا اليوم حابب نام. هون الاهل بيرفضوا، بيحسوا كل شيء ربوه عليه ضاع بلحظه. شو نايم وعندك بكره مذاكره؟ شو نايم وانت قاعد عم تلعب؟ او شو عم تلعب وانت بكره عندك مذاكره؟ فنحن بنبلش نحس انه الشيء اللي راسمته ببالي
ما عم يتطبق على الواقع، فبلش حس انه في تهديد صار ببيتي. هذا التهديد اللي عم يصير بيطلع انا هذا البركان اللي جواتي، فبالتالي بيزيد الضياع عند الطفل، واللي انا بسميه طفل كبير اللي هو المراهق. نحن بدنا مع الطفل حتى نتجاوز مرحله الضياع كثير مهم نعطيه اذننا، كثير مهم نقبل وجهات نظره، كثير مهم نقبل اصدقائه. موضوع الاصدقاء بصيروا مؤثرين اكثر من الاهل، بصير عنده رفيقه اغلى من امه، رفيقه اغلى من ابوه. يعني انا مو شو انت اللي حتى تجي تقولي لي لا تحكي معي، حتى بصير في كره للاهل تماما، انه ليش انت مين انت اصلا؟ يعني جواته لو يعني بيقدر يحكي هذا الصوت، بس هو عندنا الانا العليا بتوقفه اللي هي القيم والاخلاق، انه مين انت اللي حتى ترفضي رفيقتي فلانه؟ هي احسن منك اصلا على الاقل بتسمعني. شو اللي بصير بين الرفقات؟ اللي بصير بين الرفقات ما في تحكيم، انما في استماع. انت هذا الشيء زعلك، مبين عليك اليوم متضايقه، حاسستك اليوم مزعوجه، شو اللي صاير معك؟ لانه هي مو ضمن المشكله، فهي بتبلش تسمعها باحتواء، بلش تسمعها بعاطفة. الاستماع العاطفي هذا أساس 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 موضوع أنه أنا خلص ابني من مرحلة الضياع، وخلص ابني من مرحلة التشتت اللي هو ممكن يمر فيها. اقبله، أنا ممكن أنا أشوف ابني عم يساوي خطأ فاحش أكثر من الموضوع أنه ممكن يكون عم يتفرج على شيء ما له أخلاقيا. أنا إذا بده يشوفني استهجنت، فهو المرة الجاية حيسعى ليكون أكثر سرية، ما حيسعى لأنه يخلص من هذا التصرف. فتقبلك لتصرفاته الخطأ بطريقة مدروسة. كيف الطريقة المدروسة؟ إذا أنا شفته أنا حاسة أنه عن جد أنت كبرت، بس حابة أقعد معك ونحكي شوي بكل هدوء. قديش البركان جواتك؟ قديش مخيلتك راحت أنه ابنك عم يساوي حرام أو عم يساوي شيء غلط كتير كبير؟ قديش راح مخيلتك المشهد الأخير من الموقف اللي أنت شفتيه؟ هذا اللي بيقلقنا، لأنه لما أشوف ابني ما عم يدرس أنا بعتبره بكرة هو قاعد عم يمسح سيارات تمام. فأنا بيقلقني هو المشهد الأخير من الموقف اللي صار. فأنا كتير مهم انتبه أني أنا الآن وصلي على الحاضر، الموقف اللي صار انا ساعد اني اعدله. طيب الكلمات المحفزه قديش كمان بتساهم بانه المراهق وقت بيفوت بمرحله الضياع، ومثل ما قلتي فجاه خصوصا بموضوع الدراسه بيبعد عنا بشكل كثير كبير، وبيحس هون للحظه انه هو فشل وما رح يقدر يحقق احلامه اللي من هو وصغير تماماً كان عم يفكر فيها، وببلش يصير بمرحله اخرى. قديش تحفيز الاهل لحتى يتجاوز الطفل هي المرحله بيساهم بانه هو يقدر يلاقي حاله، ومثل ما قالت زينب انه يشكل شخصيته يعني اللي صحيح عم يدور عليها. صحيح. هلا مرحله انا كيف بقدر اني انا ساعده بهذا الموضوع؟ بدايه انا اساسا اللي بده يكون انا شغاله عليه بمرحله الطفوله باشياء اسمها ميول، اشياء اسمها اهتمامات. انا لما بده يكون ابني شاطر بالشطرنج ويروح يبرز نفسه بمرحله ما، هو حيشعر بالرفض، بس هو الشطرنج مثلا بالنسبه له تعتبر مكان بيقدر يثبت فيه نفسه وشخصيته، بيقدر يبرز. انا اكيد ممكن اعمل كلمات محفزه، بس انا هلا عم بسمع كثير من الاطفال بيضحكوا علي لما بيقولوا لي انت شاطر. فهو عن جد لاقت الفكره انه هن عم يحفزوني، لانه انا جواتي ماني مقتنع. فانا كيف بقدر استعين بهذا الموضوع؟ بقدر استعين لما عن جد بربط كلمه شاطر بانجاز، مو شاطر انه برافو جبت كاسه المي لإلي، قلت لك جيب كاسه مي ام جبتها، لا، كلمه شاطر لما بدها تكون مقترنه بانجاز وقدام الجميع، قدام الاشخاص الاخرين. هون ما بيشعر برياء الولد، ما بيشعر انه اهلي عم يجاملوني، لانه انت عم تحكي قدام غيري انه انا شاطر، انا قدرت اتفوق بكذا. فهو هون بيطلع اني انا دائما بدي اسمع هالكلمه، فانا خليني كتر انجاز بهذا الشيء. نحن دائما لما بنقعد وبنحط مقلايه الولد فورا بنيجي بنقول له ما بينام، بيعذبني، ما بيدرس، والله الله يمضي هالعمر على خير، والحق علي تزوجت وكان لازم، والولاد شو عم يسمع؟ هو عم يسمع قديش هو بيمثل هم بالنسبه للاهل. فهذا الموضوع كثير مهم، اقتناء الكلمات، اقتناء الكلمات. انت حاسه حالك معصبه؟ ارجوكي انسحبي من الموقف، ارجوكي روحي لمكان ثاني. انا ليش عم اقول بياء المؤنثه؟ لانه الام الاكثر الاغلب وجودا يعني تماما بالبيت، فانت ابتعدي عن الموقف عن جد، قولي له انا هلا ماني قدرانه احكي شيء. وغالبا الاب بيتدخل بيخرب كل شيء. بحب ينهي التوتر الاب. بيقولوا يمكن كمان مثل قديم، ان كبر ابنك خاوي، يعني بس يبلش يشكل شخصيته. كيف يعني الاهل يكونوا بيت سر اولادهم ورفقات اولادهم؟ يمكن هي العلاقه هي الافضل دائما بنحكي عنها بعلم النفس وبالتربيه، انه يكونوا رفقات اولادهم حتى يضل في يعني هي التعاطي والنقاش باي امر بمر فيه الطفل. حلو كثير انه نحن ندعو اصدقاء ابنائنا على البيت ونعزمهم
ونتركهم يعملوا الشيء اللي هن بيحبوه، حابين يلعبوا ايباد على بلاي ستيشن. بس انا شو سويت؟ انا خليتهم يجوا لمكان انا عم شوفهم فيه، انا عم بلش اعرف والمس. انا ابني هون لما عصب حكى هالكلمات بس بالبيت ما بيحكيها، انا هون ابني تنمر على رفيقه، فانا هون عم بنتبه انا شو بدي اعدل. وحتى انا لما بروح اصلا بصير صديقه امهات اصدقائهم، فخلينا الطلعات لما بدها تكون نحن امهات مع بعض وطالعين الابناء مع بعض صارت طلعه شبه عائليه. انا صرت اصلا عم بفرض عليه هدول الاصدقاء بدون ما هو يشعر انه هن فرض، بدون ما اشعر انه انا اصلا صرت رفيقتك. انا لما بده يجي حدا من الاصدقاء او مثلا حدا من رفقات ولادي حكى شي كلمه، فانا جيت انا عم حاكي باسلوب كثير لطيف، والله ذكرتني بقصه كذا كذا كذا، فهون الولد حيحس انه ام رفيقي اللي هي انا عم تسمعني عم تنتبه لي، فانا حاحسد رفيقي حقول له نيالك على هالام. فانا بالتالي خليت ابني يشعر بقيمه امومتي عنده من خلال رفيقه. فانه لا تعال نسال ماما، تعال نسال امك، تعال نشوف والله هذيك المره سالتها او جاوبتنا كذا. هذا قديش بده يكون عندك درجه وعي عاليه؟ كثير كثير كثير. الموضوع الوعي بهذا الموضوع، موضوع انك انت اصلا ترافقي رفقات ابنك قبل عمر المراهقه كثير مهم. صحيح. هذا الموضوع للي هن ما قدروا يرافقون وصار ابنك مراهق، انت بتقدري هذا الموضوع تتجاوزي. لا تقولي هي سمعتهم عم يحكوا عن كذا، بالذات البنات سمعتهم عم يحكوا عن الشباب، سمعتهم عم يحكوا انه مدري مين لطشهم، سمعتهم تقومي انت تفوتي مثل اللي انقض عليهم وانك لقطتي شي شغله. تمام والله حلو هيك، والله انت شعراتك حلوين، والله انت لبسك انيق. فانا بلش اعزز عندهم المظهر الخارجي اللي هن بالنسبه لهم حد رقم واحد انه هو يتركز عليه ويكون عليه الضوء كله. طيب كنت عم تحكي على موضوع الاصدقاء، يعني في احدى الجلسات سمعتها من احدى الامهات مره كانت عم تقول انه بنتها ما بتخليها تتعرف على رفقاتها، يعني ما بتقول لها لا ما بدي اجيب رفقاتي على البيت، ما بدي اياكي تتعرفي عليهم. طيب هذا الرفض كيف الام فيها تقدر تواجهه لحتى تقدر انه ترجع تعزز الثقه شوي من بنتها يعني باتجاه الام؟ تماما. نحن في شيء اسمه عنصر المفاجاه، عنصر المفاجأة اللي هو إنه قديش حلو هي تكون بالمدرسة ويجيها بوكي ورد من ماما، يجيها بوكي ورد بعيد ميلادها، يجيها كيك، يجيها تصير أي تصرف يظهر وجود هاي الأم بحياة هدول بحياة هاي البنت قدام الأصدقاء. فهون هي حتشعر إنه ماما أنا كثير انبسطت اليوم من هذا الشيء اللي أنت عملتيه، أنا ماما كثير شعرت بالفخر لما أنت هيك، حسيت حالي عن جد مميزة. فهذا الموضوع إنه عنصر المفاجأة صفك، قديش الأم عندها مرونة بإنه هي تعرف تختار الأوقات المناسبة ممكن أمام العائلة تحاول هي تظهر إنه أنا والله باخذ رأيي بأوعيي بصراحة من بنتي، بنتي شو بتقلي أنا باخذ رأيي، أنا بدي أكسر حواجز. أنا بنتي لما هي رافضة إنه هي تعرفني على رفقاتها فهون في حاجز بيني وبينها مكسور، انا بدي رمم هذا الحاجز اول، ما فيني اقتحم خصوصيتها. هي مانعتني لانه هي بتعرف انه ماما عندها 1 2 3 اذا ما توفروا برفيقتي فماما حتعمل الغاء لهي الرفيقه، فانا بدي اياها لهي الرفيقه، فكيف امي بدها تلغيها وفق شروطها؟ لا انا بدي اياها. فانا هون ببلش بعمل مرونه مع بنتي وبلش الا انه نحن بشر ونحن بنغلط وما في شخص مثالي، انا بغلط وانت بتغلطي، صفا نحن بناخذ اقرب شخص لنا لحتى نحن نرافقه من دون ما نحن نتاثر مثلا موضوع المعتقدات وموضوع القيم اللي هي ثابته. وانا كثير بنبسط وممكن احكي لها انه انا مثلا عندي هي الرفيقه بس ما بتوافق هي معي بهي النقطة بالأسرة، بس بصراحة بحسها كثير إنسان بتسمعني بشكل منيح. أنا ببلش ورجيها قديش في فروق، بس في أشخاص مميزين ما حيكونوا طبق أو نسخ لصق عني لحتى أنا أقدر أتوافق معهم أو لا. نعم، يعني هبة مثل ما قلتي هي مرحلة بين الطفولة والنضج. أكيد يعني جسر وصل حتى يوصلوا أولادنا بشخصيتهم المستقلة لمرحلة النضج إذا كانت بشكل صحيح التعامل. دائما منقول أنه يكونوا الأهل رفقات أولادهم حتى فعلا تمر هي المرحلة بسلام. نتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا إياها، وأكيد إن شاء الله الأهالي يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك هبة، وإن شاء الله عن جد فعلا نتمنى أن يكون الأهالي استفادوا منها لحتى يقدروا يتخطوا هي المرحلة وتضل هالعلاقة الحلوة بينهم وبين أبنائهم. أكيد.